الجهاز الفني وتدير الجهاز الفني للنادي الاسماعيلي، وده يخليني اقعد اسال في التفاصيل ديت، هل فعلا حصل كلام في القصه ديت؟ هل حصل على مستوى الجهاز الفني؟ هل حصل على مستوى اداره الكره ولا لا؟ والله بص يا ابراهيم، طبعا انا اكيد كل عارف النادي الاسماعيلي ده، يعني انا اتشرفت ان انا لعبت في النادي الاسماعيلي، وكانت بدايه الانطلاقه بتاعتي من النادي الاسماعيلي اكيد، وشرف لي ان انا يعني ابتديت فانيل النادي الاسماعيلي. ولكن كل الاخبار دي يمكن انا امبارح ناس كتير وبدات صحفيين يتصلوا بيا بشكل كبير على الكلام ده، ويمكن نزل بعض الاخبار دي، لما انا والله ولا اعلم اي شيء عن هذا الموضوع، ولا حد ولا في اي تواصل معايا خالص من اي نوع خالص. بس انا يعني عشان انا سمعت اخبار كتير برضه امبارح، وناس كتير اتكلمت معايا، دي جزئيه طبعا. انما بالعكس، النادي الاسماعيلي انا زي ما بقول لك، ده شرف ليا ان انا لعبت النادي الاسماعيلي، وكان فعلا بدايه الحقيقه للجمهور المصري كان عن طريق النادي الاسماعيلي. ولكن حته مدير الكوره دي مبدئيا، بس عشان يعني انا كنت بس في الاول اوضح لك ان مفيش اي نوع من انواع التواصل مع اي حد خالص، لا من اداره النادي الاسماعيلي ولا اي حد خالص. انما حته مدير الكوره دي، ما اعتقد ان الموضوع بقى صعب بالنسبه لي، وموضوع بقى مقفول، لان انا اعتقد اني انا قلت قبل كده ان لو رجعت تاني هتبقى اتجاهاتي فنيه فقط لا.